المؤسسة مؤسسة مهمة جدا، مؤسسة ثقافية بتقدم الكثير. النهاردة عمرها 19 سنة، مش بسيط، وبتتقدم وكل سنة بتبقى أفضل وأفضل. بتنشط الحركة الثقافية جدا، في اهتمام كبير جدا من من يقدموا عملهم انهم يحصلوا على جوائز، والجائزة بتعني كثير لأي حد يحصل على جائزة، هي انه في ابريشيشن، يعني في قبول العمل الفني اللي قدمه. فأكمل بس جملتي. فطبعا المؤسسة يعني هذا النشاط اللي بيقوم به مهندس نجيب ومهندس سميح نشاط مهم جدا ثقافيا، ده بيدل على ان المجتمع المصري مجتمع غني جدا بأفراده، هم رجال أعمال، لكن في نفس الوقت بيهتموا جدا بالثقافة والارتقاء بالثقافة، من أداب لسينما لفنون السيناريو. السيناريو شيء مهم جدا في حياتنا الفنية بالنسبة للسينما، فمهم جدا يبقى في مجال زي ده الناس تتقدم بعملها وتاخد عليها، تحصل عليها على جوائز. حتى لما حصلوش على جوائز بيلاقي على الأقل تقدير من أنه قدر يقدم عمل وبقى فيه قبول.